الوغ سميتي احلام بي اي كنخدم على مع وليدات صغار اوتور دو داتوليي دو كونت ميوزيكال باش يكتشفوا المغرب. اون ريسو دي زيكول من جميع المناطق ديال المغرب. اون اي فريمون اورو دافوار بي بارتاجي افيك او à travers le conte, à travers la musique, à travers la peinture, toutes les richesses de notre pays. Au head l'atelier s'est fait autour du vieux bouquiniste, en utilisant tout un décor, tout un univers, pour vraiment être en immersion, mettre les enfants en immersion dans cet univers et les faire rêver. Avec une équipe formidable, mais elle a effectivement l'écriture, et on a accompagné l'écriture avec le avec l'oud ديال سي عبد الله بكراوي, avec le superbe pinceau de notre aquarelliste Boutaina, que je remercie vivement parce que ça a fait le trio magique. Et on a eu beaucoup beaucoup de chance de travailler, de collaborer avec Architopia pour la scénographie. Beaucoup de chance aussi d'avoir eu la confiance via le ministère de la Culture pour mettre en place ces espaces d'expression à la fois pour les artistes mais aussi pour les enfants, et qu'on puisse chacun partager et ben des moments de magie qui font que Mghrib bledna, on est un seul, on est tous différents et on est tous ensemble, ou le ktab ou le qraya, et bien il nous réunit dans cette magie. تجربة لاتوليي ديال ميلي اون استواغ اطار معرض الدولي للكتاب الدورة 28 ديالو, تجربة متميزة جدا بحيث انه من خلال الورشة ديال الحكاية المصاحبة بالموسيقى بطبيعة الحال, كانت فرصة اننا تلاقينا مجموعات متنوعة ديال الاطفال, وكيتأكد في كل مرة انه الطريقة التشاركية اللي كانت استعملوها في الورشة ديالنا هي طريقة إيجابية وكتعطي نتائج جميلة, بحيث أنه كتتاح الفرصة للوليدات بحال اللي قلت من مختلف المؤسسات. كانت معنا مؤسسة تعليمية ديال التعليم العمومي, ديال التعليم الخصوصي, كانت معنا حتى البعثة الفرنسية, بمعنى أنه كانوا أطفال من أنواع وأشكال مختلفة وكلهم كيتجاوبوا مع الحكاية. الفكرة ديال الحكاية اللي هي في الحقيقة كتكون كتألف مع الجميع, الفكرة هي كتحكي قصة ديال كتبي كيجيو عنده الاطفال وكتبدا رحله ديال البحث على كتاب قديم العنوان ديالو لقاه الاطفال وتسمى هو كتاب الاحلام. الرحله كتنطلق هي عباره على جوله وانتقال من مدينه مغربيه الى اخرى, وفي نفس الوقت كيتم اكتشاف الخصائص ديال المدن المغربيه. وبطبيعه الحال يصاحب هذه الرحله هذه مجموعه ديال الاغاني للاطفال كينشدوها وكيتعلموا الخلاصه ديالها في الاخير ديال الورشه, على انه الاحلام ممكن تتحقق ولكن ماشي بعصا سحريه ولكن بالعمل وبالجديه, بحيث انه الخلاصه ديال الكتاب اللي كيوجدوا الكتاب ديال الاحلام اللي هو اللي كيبحثوا عليه الرحله كلها كيلقاو مكتوب فيه السر هو احلامك بين يديك حققها بالجد والعمل. السلام عليكم, بوتينا مهرير ارتيست بلاستيسيان. اليوم كنخدم مع احلام بي في لاتوليي لي ميلي اون استوار لي اوتور دو لا تيماتيك لو ماروك. دونك كنسافروا لمجموعه من المدن, اسفي, افران, فاس, ومدن واحدة اخرى, كتعرفوا عليها من خلال لي ديسان. دونك انا كنوجد دي زاكواريل وكنعطي لي زانديس لي زانفون اترافير هاد لي زاكواريل. يعني شاك فيل جيساي دو فير اون اكواريل اوتور دو سيت فيل, و فوالا كوم سا لي زانفون سامووز و سو موتيف بلوس. و ا لا فان دو لاتيليي كنعطيهم دي بيتيت اكواريل بور غاردي كوم سوفونير.